ومتابعين بصباحنا، ووصلنا لفقرتنا التالية. تتساءل الكثير من الأمهات عن علاج سحري يمكن الأطفال من التركيز أو حفظ الدروس بشكل أفضل، ورغم أن المتابعة المنزلية واليومية لأداء الطفل تعتبر من أهم العوامل يلي بتبني شخصيته، إلا أنه الطعام المناسب أيضا وتغذية الجسم السليم له دور مهم وكبير في تعزيز طاقة الأطفال ومنحهم المواد الغذائية المطلوبة لتقوية قدرتهم الذهنية. لنعرف أكثر عن علاقة الغذاء الصحي والصحيح بذاكرة وبنضج الأطفال بشكل اكثر، صرنا نرحب بالدكتوره دينا العطار اخصائيه تغذيه. اهلا وسهلا فيك دكتوره. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير. بالبدايه قبل ما نحكي عن تفاصيل الغذاء واثرها على نشاط وذاكره وتركيز الطفل، خلينا نحكي عن علاقه المهمه بغذاء الطفل اليوم بكل قدراته منها الذاكره والتركيز اليوم. الغذاء هو أساس بناء جسم الطفل، وأساس بناء العقل، أساس بناء الخلايا، أساس بناء أي حاسة السمع اللي هي ضرورية كتير للتعلم، حاسة العين، كل هدول الحواس، الانتباه، كله هدول الحواس هي كتير ضرورية. فإذا ما تشكلت من بداية الطفولة بشكل صحيح وكانت ناضجة، فما بيقدر يأخذ الطفل أي شيء من المحيط اللي حواليه يتقبل. قبل ما أفوت شو هي التغذية الصحيحة للطفل، خلينا نحكي وقت بيكون الطفل جنين ببطن أمه، تغذية الأم الصحيحة قديش ممكن تأثر بالشي الصح على جسم الطفل، بيكون نمو صح وبيكون يمكن عنده قدرات ذهنية أفضل. تمام، أكيد كتير الأم وهي حامل لازم كتير تحافظ على نظام الغذائي، بخلاف أنه هي في شغلات مثلا بيكون بطبيعتها أنه بحبها وما بحبها وباكل وما باكل. في كتير امهات مثلا اوريدي هنا ما بياكلوا لحمه او ما عندهم نقص حديد، فتره الحمل بتلاقي انه هي لا صار لازم تهتم بهذا الموضوع لو حتى غصبا عن رغبتها او شيء، لانه هذا حيسبب مشاكل كتير كبيره للجنين. اذا انا ما غذيت هذا الجنين بالشكل الصح اول يوم يولد فيه انا عم اضطر اعطيه كالسيوم ومضطر اعطيه حديد وكلهم تركيبات كيميائيه، طب انا كان بمقدوري هو ببطني وانا قديه عندي العاطفه والحنان اللي انه اثر فيه عن نفسي. اكيد يعني مجرد ما حسيت فيه هي انه ببطونه هي حتى تعرف انه قديش انه انا عندي مجهود اعمله مشانه. فهي وقت بتتغذى صح بتعطي الاحتياجات الصحيحه من البروتين من الحديد من الفيتامينات من المعادن، بتعطيهم للبيبي وقت بيكون ببطنه هو كثير بتوفر عليه بالفتره الولاده. بعد فتره الولاده افضل ما انه يصير اول شيء عنده نقص مناعه، يعني هي المشكلة اللي كتير بتواجه البيبيات الصغار انه عندنا نقص مناعة، اي نسمة برد هو حيمرض لانه اوريدي جسمه كتير ضعيف. اي مثلا حدا رشح كذا بتلاقي كتير الولد بتقضي اول فترة من السنة من ولادة الطفل وهي في عنده امراض بسبب النقص اللي عنده من الفيتامينات والمعادن. طيب دكتورة خلينا نحكي عن السكريات، يمكن نقطة ضعف الأطفال وكثير من الأمهات قد ما عملت كنترول وحاولت تبعد ابنها يمكن المحيط بالمدرسة من خلال متابعته على اليوتيوب يتعرف على كثير يمكن من الأكلات الطيبة اللي نحن بنسميها، قديش فعليا بتأثر على طاقة الطفل وقديش فعليا بتأثر على التركيز والذاكرة عنده؟ اكيد رحنا كلياتنا بنعرف انه كل شيء حلويات وكل شيء معجنات وكلياتها هي حتخلي الطفل هايبر، حتعطيه طاقه من السكر كثير فظيعه، بس هي لاول كم ساعه، بالتالي بعد كم ساعه حينزل المستوى السكر عنده بالدم. يعني رحنا بنرفع مستويات السكر وقت عم ياخذ كميات كبيره، بنرفع الجلوكوز بالدم لمستويات كثير عاليه وبنرجع بتنخفض كثير بسرعه، هذا بنسميه انه السكر السريع، يعني هو السوق تبعه انه هو سكر سريع. فلذلك انه بتلاقيني يا عنده نشاط مفرط، يعني بتقولي هالولد ما شاء الله عليه انه ما عم يهدي ما شاء الله، حتى بالانفعالات تبعه يعني بنلاحظ ثورات غضب عند الاولاد اللي بياكلوا كثير سكريات اكثر من الاولاد الطبيعيين، يعني او اللي دائما انه بتلاقي انه حياتهم بس معلقه انه على هدول المواضيع، انه مثلا حيفطر مثلا كيك او كرواسان، حياكل بعد شوي سناك شوكولا، بتلاقي طول النهار هو يعني اي شيء بتلاقيه الطفل منفعل ما ضايج ما نو طفل هادي. حتى مشكله بنعاني بمشكله النوم، بتلاقي انه في اولاد انه بتقول لك مستحيل ابني ينام، ما بينام ولا بيهدى، انه بعمل اي شيء ومع ذلك انه ما بينام. فهي كمان كثير من مستويات السكر اللي بتمرق للولد بتاثر على حياته اليوميه ككل.
خلينا نحكي كثير في من الأطفال ما بتحب الحليب، ما بتحب البيض، يعني في كثير حيل بيحاولوا يعملوها الأهل ولكن ما بيتقبلوها الأطفال. اليوم كيف فينا نحن نعوض نقص الكالسيوم، نعوض نقص كل شيء بيتعلق بالبياض، إن كان من البيض وإن كان باللبنة والجبنة؟ هلا اهم شيء رحنا نقدر نمرقهم لو من خلال الطبخ، اذا قدرنا نمرقهم فهذا كثير حل كثير حلو انه نمرقهم، حتى ولو شايفه قطعه الكيك اللي رحنا عم نحكي عليها انه هي سيئه، بس اوكي اذا قدرت انا امرق فيها البيض ومرق فيها الحليب فانا ما انا عندي اياها سيئه. اذا وصلنا لمرحله انه ما مرقوا معنا هدول فرحنا حسينا انه عملنا له تحليل للولد وحسينا انه في عنده نقص فيهم، فهدول لازم ناخذهم من خلال السبلمنت المكملات الغذائيه، ما بيكون عندنا غير هذا الحل، بس رحنا دائما بنحاول باي طريقه ما، يعني مثلا لنفترض الولد ما بياخذ بروتين حيواني، اوكي حنمرق بروتين نباتي، مثلا اثنين بروتين نباتي حيعادلوا واحد بروتين حيواني، يعني مرقنا نسبه معينه، بنحاول باي طريقه حتى ولو كان بالعصير اللي بيحبه مثلا نمرق شويه حليب، حتى ولو كان مثل ما قلت لك انه بيحب الكاكاو مثلا بيحب الشوكولا فحنحط كميه حليب اكبر مع شويه شوكولا نغطي الطعمه، انا عم بعطيك بس شوكولا ما عم بعطيك حليب، باي حال من الاحوال الام كثير صح هو صعب عليها بس بدها تكون كثير ذكيه تعرف كيف تمرق الامور، ممكن من خلال ما تعمل له مثلا شيء اسمه مثلا مثل الرز بحليب المهلبيه، ممكن تعمل من خلال الاكل بالجراتان مثلا اذا طبخه مثلا عامله شاكريه مثلا يمرق هذا اللبن مثلا مع شيء اذا ما بيحبه بشكله هيك اللبني اللبن كامل، ممكن نخلط حتى اللبن مثلا نعمله مع شيء مثلا نخلطه مع الافوكا مثلا نعمله مثل الديب هو هيك يغمس فيه، يعني اي قصه بيحبها الولد نفوت من خلاله، وكثير نقدر نخبي الحليب بالعصائر، يعني رحنا بنقول انه ضروري، ممكن اذا كثير صعب ممكن نعمل له ايس كريم بالبيت من الحليب ونخبي طعمته باي شيء من الفواكه. طيب دكتوره خلينا نحكي عن الاغذيه المهمه يمكن اللي بتقوي فعلا الذاكره والتركيز خصوصا بالفتره المراحل بدايه الدراسه، بتلاقي بعض الامهات بيركزوا على بعض القصص لانه هي فعليا بتساعد على التركيز بالدراسه. تمام، اهم شيء رحنا نعرف انه المفروض يمرق للولد بروتينات، حصه البروتينات كثير ضروريه، يعني اقل شيء انه المفروض هو 3 حصص بروتين، يعني الصبح عنده حصه بروتين والظهر عنده حصه بروتين والمساء عنده حصه بروتين. هالبروتينات كثير مهمه طبعا مثل ما قلنا انه في منها مصادر حيوانيه وفي منها مصادر نباتيه، وبالتالي كمان نمرق له كل شيء فيه اوميجا 3. الاوميجا 3 كلياتنا بنعرف انه ضروريه للتركيز، ضروريه للذكاء، يعني باي شكل من الاشكال ما بياكل زيتونه ممكن بالمسبحه اللي بيحبها نقطه زيت نمرق، ما بياكل مكسرات نشوف شو الشغله، حتى ولو اضطرينا نجيب الفستق ونغمس له اياه مثلا نحمصه مع شويه سكر بسيطه نمرق له اياه. انا طبعا ضد السكر بس نخليها هي نفسها التحلايه مثلا نعمل له البينت بتر زبده الفستق نعمل له فيها ساندويتش، يعني نروح لوين المكان اللي بيقدر انه نفوت له للولد فيه. الولد ذكي ما نو ولد انه رحنا عم نحط حدا انه غبي نتحايل، لا الولد ذكي وبس منحاول انه نلعب على الطعمات والا ما نو الولد انه هي. والمثال الاكبر انه الام هي المثال الاكبر، وقت بيشوف اهل البيت انه بطبيعتهم انا في مثلا عندي جبنه عندي لبنه عندي خضره عندي الصبح على الطاوله موجوده فهو بيقتلفها، يعني عرفت كيف، وبشكل لا ارادي بشوف امه عم تاكل بندوره فهو حيجربها ولو ما هو بيحبها، اول مره بيرفضها ثاني مره بيرفضها، بس اهم شيء المثابره عند الام انه لحتى تقدر توصل للناحيه هي. كتير مهم يمرق له حديد للولاد، كتير مهم يمرق له مغنيسيوم موز عسل تمر اذا ممكن، حتى الشوكولا فيها مغنيسيوم يعني قد ما هي، بس نحاول الشوكولا من مصادرها الجيده، يعني شوكولا داكنه كاكاو، ما نروح للشيء اللي فيه سكر كثير مصنع ولا حتى فيها، يعني رحنا المشكله انه اغلبيه الاكلات الطيبه اللي بنقولها موجوده فيها مو بس السكريات، المشكله عندنا الاصبغه الموجوده والملونات المشكله صحيح. الاكبر المواد الحافظه المشكله الاكبر الدهون المهدرجه اللي عم تنحط، يعني انا يا مهون انه بس ياخذ سكر لسه بعرف ممكن سيطر على كميه السكر مقبول يعني ومعقول. مقبوله بس في عندنا كوارث اكثر من السكر. صحيح. دكتوره خلينا نحكي عن تقسيم الوجبات للاطفال،
يعني اكيد مو مثل الكبار، ثلاث وجبات هي كافيه. خلينا نحكي عن تقسيم الوجبات، وبين كل وجبه ووجبه السناك شو هو المفروض يكون بالنهار غير بعد الظهر وغير بالليل، وايمتى الوقت الصحيح انه نوقف للطفل الاكل؟ تمام. هلا رحنا حسب العمر، انت وقت بيكون عندك مثلا بعمر صغير عندك تقريبا ست وجبات بنهارين، لانه كمان هون ماده الولد صغيره وبجوز ما يتقبل. في اولاد بياكلوا لقمتين وبيوقفوا، ما عندهم يعني يقعدوا لحتى ياكلوا، او هن منهمكين باللعب واخذ مشتت انتباههم، فما بياكلوا الكميه المناسبه لانهم يتغذوا فيها. فرحنا حنوزعها لاكثر لكميات مقسمه كثير معنا، يعني بجوز تقولي لي انا ابني كل ساعتين بدي طعميه، إيه كل ساعتين بدي طعميه، خاصه بالاعمار الصغيره. بعد وقت بصير بمرحله المدرسه لا، حتختلف تقسيم الاكل. طبعا باي عمر وجبه الفطور هي اهم وجبه بالنسبه لهم، يعني بعمر المدرسه انه ما مفروض يروح الولد على المدرسه ما انه فطران، كثير غلط. ولو اي شيء بسيط، لو تفاحه، لو كاسه حليب، انا طبعا ما لا هي كافيه، بس احنا اي شيء هو شوي يعطيه باور لحتى يقدر يكمل لوقت البريك الاولى، لحتى يقدر ياكل. ولا حيوصل للبريك الاولى معدل الذكاء عنده خلص صار مثل ما بيقولوا زيرو، ما عاد يقدر، صار عنده صداع، ما عاد يقدر يركز، صار مستويات السكر كثير منخفضه عنده، فحيتجه لاي اكل حيشوفه، حياكل الساندويتش وحياكل الشوكولا وحياكل من رفقاته وحيشتري، بحيث انه هو عنده نهم ومعي. والمشكله الاكبر انه اللي حيصير بعد هذا هو حيفوت بحاله ذهول وبحاله عدم انتباه اكثر، لانه كمان انتلت المعده وما عاد في مجال، انه لانه الدم راح لهضم الاكل ما عاد طلع للدماغ، صار عندنا معدل سكر كثير عالي. فرحنا اهم شيء هو ياخذ وجبه فطور قبل ما يمشي، ساندويتش بالبريك الاولى بدها تحتوي شيء من البروتينات وشيء من النشويات وكذلك شيء من الخضر او قطعه فواكه نبعتها معه. بالبريك الثانيه ممكن هون ياخذ شيء فيه شويه سكريات، مثلا مثل قطعه شوكولا صغيره او شيء مثلا من الام عاملته مقطع الفواكه بشكل او عصير، يعطيه شوي دفعة لحتى يكمل لنهاية النهار. هون ممكن يكون مقبول انه يكون فيه ياخذ شوية شيء فيه شوية سكر لحتى يعطيه دفعة لقدام. عنا اهم شيء واللي كثير بيزعل، انه بتشوفي الاولاد طالعين من المدرسة اللي هن رايحين يتغدوا بالبيت، فعم يتناولوا الشيبس، عم يتناولوا العصير، عم يتناولوا اي شيء. هي هذا اصعب شيء انا يعني بالطرقات بنشوفه وقت خروج المدارس. وهي بدي اسالك عنه دكتورة، قديش فيها الام اليوم تعمل كنترول؟ يعني هي ما بتقول لك ما فيني بعد ابني عن الاكلات الطيبة والشيبس والشوكولا، بس الكميات يعني الاعتدال، نحن عم نقول ما فيكي تحرمي، بس الاعتدال بالكميات، لانه عم نشوف لا يعني طول النهار شيبس طول النهار بسكوت. اذا هي عملت كنترول بتلاقي الاهل، بتلاقي مثلا تيتا او الجدو لا جايبين لك اكلات طيبه. النسب المعقوله اللي فيني انا فعلا وجه الام وقول لها بهي النسبه لا، نحن ضمن المعقول. هلا انا بفضل انه تكون هي مره لمرتين بالاسبوع مو اكثر، لانه مثل ما عم تقولي برا عندك كثير المغريات اكثر وواجبه. بنفضل مثلا انه انت نهار الخميس مثلا رايح مع رفقاتك ممكن تاكل شيء، نهار الخميس رحنا رايحين عند تيتا والجدو فاوريدي بعرف، عندنا عيد ميلاد مثلا رحنا رايحين عليه، عندنا مناسبه، عندنا احتفال، اوكي، في عندنا مثلا رايحين بيكنيك اليوم، رايحين شيء في شغله، اوكي، ما حخليه متواجد بالبيت طول النهار. كثير صعب اذا اكل الولد السكريات والحلويات اثناء وجبة الطعام الأساسية، فأنا قضيت على الولد، يعني أنا قضيت على النمو تبعه، يعني بدي أتصور إنه قديش أنا عم بأذيه، أنا مو بس إنه هالفترة ما تغدى، ما أكل وجبة الغداء أو ما أكل وجبة العشاء لأنه أوريدي هو متنقرش وآكل شيبس وشوكولا، لا، أنا قضيت على قديش البنية تبعه، يعني إحنا إذا بنفتحك بنشوف شوي بس السكريات شو ممكن تسبب أضرار، من نقص مناعة، من تشتيت تركيز وتشتيت انتباه، من مرض السكري، من البدانة، يعني اشكال حتى يعني اللي ما كثير بنعرفه انه هي بتعرفي انه ممكن تعمل نقص كالسيوم عند الاطفال، لانه السكريات بتعمل الحموضه عاليه بالدم، فالجسم شو بيعمل وقت بتصير الحموضه عاليه بالدم؟ بيسحب الكلس من العظم عشان يعدل الحموضه، فنحن الاولاد عم يصير عندهم نقص بالكلس من وراء السكريات اللي هي عم ياخذوها بشكل كثير كبير، يعني في شغلات رحنا بفوتوا فيها الاولاد نقول ليش شو السبب؟ لأنه هيك
هيصير عندهم نقص بالمواد الغذائيه بالكالسيوم بالمغنيسيوم بالزنك بكل الفيتامينات والمعادن من وراء انه هن عم ياكلوا بس حلويات ما عم ياكلوا الشيء المغذي بالنسبه لهم. فهي المشكله. بنحاول انه تكون الاوقات اللي بنعطي فيها حلو من وقت ما بنعود ورحنا صغار، يعني مثل ما عودتي انه رحنا اهم شيء في وجبه فطور، في وجبه غدا، في وجبه عشاء، في سناك بسيط، رحنا قبل النوم بنوقف اكيد اي شيء سكريات عندك من ساعتين لاربع ساعات، هذول المفروض نكون موقفين فيهم السكريات. طبعا حسب عمر الولد، يعني انا ما عم نحكي بشكل عام، حسب عمر الولد وقد ايه بده، لانه الولد بحاجه ليكون خالي جسمه تماما ونسبه السكر بالدم معتدله لحتى يقدر ينام تماما، والا ما بنقدر دائما انه يكون هذا الموضوع. ولا نعتبره مكافاه، السكر مشكله بحياتنا الاعتياديه، هو مكافاه، فبيرتبط بعقل الطفل انه هو شيء كثير واو، انه انا اذا ما اخذت سكر فانا مالي منيح. فبيحسسك كمان حتى بتانيب الضمير اتجاهه، انه انا اليوم مثلا انه هو كان منيح بس انا ما كافاته، ما اعطيته شيء حلو، فهو ما له مكافاه. ممكن يكون انه نعطيه مثلا تحلايه بسيطه بعد الغداء، اذا اكل وجبته ممكن تكون تحلايه بسيطه، بيكون هذا السكر بيروح بهضم الوجبه الغذائيه، بينحرق. ممكن قبل تمرين رياضي مثلا ممكن نعطيه شويه سكريات، فهدول حينحرق بالتمرين الرياضي اللي هو حيعمله. بفتره الصبح مثلا ممكن نعطي، ما ممكن بعطي المساء كمان، انا بتفكر فيها انه هي من هون للمساء هو حتنحرق هي السكريات اللي هو اخذها. كثير مهم نحدد الوقت اللي بياخذ فيه الولد السكريات والكميات اللي هو حيتناولها. طيب وعلى العشاء شو لازم ياخذ؟ العشاء هو مكمل لوجبه الغداء. انا بدي اشوف، يعني في كثير من الاطفال ما بيقبلوا ياكلوا ساندويتش، بدهم شيء من الغداء او شيء من ما له غلط، سفره كثير ما له غلط ابدا. هلا حكينا انه بجوز يعمل قلق بالنوم الاكل الزايد، خلينا نحكي شو الوجبه الصح لازم ياخذ. الوجبه العشاء حتكون بالنسبه للولد مكمله لوجبه الغداء. انا حشوف اليوم شو اكل على الغداء، شو نقصه من وجبه الغداء اللي هو ما اخذها، مثلا ما اخذ اليوم خضره، ما اخذ اليوم فواكه، ما اخذ نشويات حصه كافيه، ما اخذ بروتين. احنا عندنا لازم يمرق له بروتين المساء. فانا مو شرط انه بساندويتش جبنه ولبنه وخلص رح نكتفينا، اكيد لا. فانا ممكن يكون مثلا لنفترض انه قطعه كفته صغيره، شرحه دجاج مشويه نعمل له اياها، ممكن ساندويتش نحط معها شوية خضرة، ما نو غلط. ممكن بيضة، ممكن لو الولد مثلا حتى المسبحة أو الفول أو الحمص، ممكن إذا بيتناوله كتير حلو ممكن نشاركه بشوية، مثلا إذا بيأكل مثلا سلطة أو تبولة مع شوية من البروتين، نمرق له فيهم شوية من البروتين، فهذا كتير حلو. لأنه رحنا عنده ثلاث حصص أكيد ما حيقدر يأكل قطعتين لحم كبار على وقت الغداء، وهو جسمه بحاجة. والولد بيقولي لي أنا لا بيأكل جبنة ولا بيأكل لبنة، طب شو بدي أعمل له ساندويتش شوكولا؟ أوكي ما أخلص ساندويتش حلاوي اوكي. يعني كثير الام بتعيش بهي المشاكل، بس لا، لازم ننتبه انه هو لازم يمرق له بروتين، او مثلا اذا ما اكل فواكه او اذا ما اكل خضره لازم يمرقوا بهذا الوقت باي شكل الاشكال. لو حتى اضطرينا نقطعهم كاشكال حلوه، مثلثات، مربعات، ترانشات، باي شكل، وهو لو نعمل له مثل ديب قدام ويغمس بايديه يلعب، حتى لو لعب بالاكل بس طريقه انه يتناول فيها. نعم. دكتورة كثير بدنا نشكرك، نحن كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله هيك كمان الاهل يكونوا استفادوا مثل ما نحن استفدنا. ان شاء الله باذن الله. 100 اهلا. شكرا لك دكتورة.